صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والإشراق عليكم وعلى دولتنا وعلى عليكم جميع أعزائي المستمعين. أهلا بكم في برنامجكم الإذاعي الأسبوعي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا مع ضيوف حلقتنا اليوم، وأطيب التحيات مني محدثتكم أسماء الجناحي، ومعانا اليوم أيضا آمنة العلي. أهلا فيك أسماء، صباح الخير. وفي في حلقتنا اليوم آخر الأخبار الصحية والعلمية التي تهم كافة أفراد المجتمع، أكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على قنوات التواصل الاجتماعي. وفي حلقتنا لدينا فقرة مهمة عن أهمية شرب الماء وشو علاقة الماء بوزن الجسم، وفقرة مهمة ثانية عن أمراض القلب الولادية اللي هي تعتبر الخلقية من التشوهات القلبية وغيرها. تابعونا اليوم في برنامجنا وكثير من المناقشات اللي تهمكم. وفي بداية حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين عندنا خبر مهم يقول أن أطباء يكشفون كيفية التخلص من الأرق دون أدوية. أعلن أطباء مستشفى مايو الأمريكي أن يمكن التخلص من الأرق بتغيير العادات ونمط الحياة اليومي، وتشير صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية نقلا عن خبراء المستشفى إلى أن نوعية النوم أكثر أهمية من عدد ساعات النوم، وتضيف بأنه يساعد النشاط البدني اليومي والالتزام بوقت محدد للخلود للنوم والاستيقاظ على التخلص من الأرق، كما يجب الامتناع عن تناول الطعام على الأقل ساعة لساعتين قبل الخلود للنوم، ويمكن أن يساعد شرب كوب حليب دافئ أو شاي البابونج على النوم بسرعة. ووفقا للخبراء يفضل حل جميع المشكلات وتنفيذ المهام في النهار وليس قبل النوم بساعتين، وذلك لكي يحصل الدماغ على الوقت الكافي للاسترخاء. وكما هو معروف الأشخاص اللي يعانون من الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري. ومن الأسباب الشائعة لمشكلات النوم هي الإجهاد والإضاءة الغير مريحة والفراش الغير مريح ودرجات الحرارة العالية أو المنخفضة وضوضاء الشارع، كما يمكن أن يسبب شرب الكافيين والنيكوتين الأرق أيضا. أسمى شو رأيك في خبرنا اليوم؟ بصراحة عن موضوع الخبر، أنا عندي مشاكل كانت في النوم فترة، فكل ما أصير عند حد بخف وزني قال لي ارقدي أبو ما أدري شو قال ارقدي، يجيني صداع ارقدي. أسمع حس هالجملة يعني كانت وايدها أن تنفيذ المهام اليومية ليس قبل النوم بساعتين. في أشياء سويتها، يعني من الأشياء اللي غيرتها وايد فعلا فعلا ساعدتني، أول شيء أن وضع خاصية النوم، في خاصية السليب مود أخليها من الساعة 9 أو أحيانا من الساعة 10، فأي حد بيتصل بي بعد هالوقت تليفوني ما بيرن. حلو. فمن الأشياء الثانية أن الإضاءة تكون وايد خافتة، أحط الليت الخفيف، أخاف من الظلام، إنزين أحط الليتين وايد خفيف، ونحاول إن أسوي أبتعد عن الأجهزة بشكل كامل. والحمد لله هالأشياء كلها ساعدتني على نوم أفضل من قبل. مثل ما قلنا جودة النوم أسمى أهم من ساعة عدد الساعات اللي الشخص ينام فيها. والصراحة أنا حييك أسمى اليوم بما أن يوم الأحد تحتاجين طاقة إيجابية، أنا الصراحة أحييك على التحسين المستمر اللي أشوفه منت، يعني ما شاء الله عليها أعزائي المستمعين، أسمى دائما تحاول بكل الطرق أن هي يعني تحصل على مثل ما يقولون جودة حياة أفضل. حركة هاي السليب مود من الساعة 9 وايد حبيتها، والتخفيض الليتات حتى يقولون حق الأطفال الموضوع، يعني إذا خليتي إضاءة البيت يعني إضاءة خفيفة ممكن أن عيالكم ينامون يعني أسرع من لو كانت كل الليتات مفتوحة في البيت. ويعني تهيئتهم الخلايا ما ترتاح خلايا الجسم، فلازم في الظلام. نعم. هاي من أشياء واللي يخافون نفس أسمه شغلوا لكم تيليت شوني تيزايرون. فأعزائي المستمعين نحن مستمرين طبعا بفقرات برنامج صحة وسعادة، واليوم معانا مسؤولة السوشيال ميديا أسمى الجناحي
نبغى نعرف منك شو هي آخر الأخبار والمستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي. آخر شيء حطيناه هو تحديث على المراكز التطعيم التي توفر لقاح فايزر بيونتك في مراكز التابعة لهيئة صاحب البيت، وهم ركزوا معايا: مركز وان سنترال لتطعيم كوفيد، مركز أبتاون للياقة الطبية والصحة المهنية، مركز القرهود للياقة الطبية، مركز البرشة الصحي، مركز ند الحمر الصحي، مركز المزهر الصحي، مركز زعبيل الصحي، ومستشفى حتى. الإضافة الجديدة اللي موجودة واللي هي مركز يبدأ من اليوم 19 سبتمبر، مركز قاعة البيت متوحد منطقة الورقة. حاليا هيئة الصحة تبدأ من اليوم توفر لقاح فايزر بيونتك في مركز البيت متوحد في منطقة الورقة. نعم، يعني اسمه نقول حق المستمعين ان قاعة البيت متوحد في الورقة بتكون مفتوحة من اليوم لأخذ لقاح فايزر بيونتك. نعم، أيضا من ضمن الأشياء مركز قاعة البرشة الصحي حاليا تم تحويل جميع المواعيد إلى مركزين وان سنترال وقاعة البيت متوحد، فراح توصلكم مسجات SMS على الهواتف الذكية بموعد الجرعة الثانية. أيضا من الأشياء الوايد مهمة المستندات، دائما يسألون عن المستندات المطلوبة عند الحضور مراكز التطعيم. بالنسبة لي مواطنين الإماراتيين، بطاقة الهوية الإماراتية هي كافية، حاملي إقامة دبي اللي يحتاجونه بطاقة هوية إماراتية وصورة الجواز مع الإقامة. بالنسبة للقاطنين في دبي وحاملين إقامة إمارة أخرى، عليهم يثبتون أي شيء يثبت أنهم ساكنين في دبي، بطاقة الهوية الإماراتية وصورة الجواز. الجواز مهم لأن رقم الجواز يكون موجود في شهادة التطعيم. نعم أسماء، ممكن أن هذه توصلهم على المسجات المستندات المطلوبة؟ إيه، كل الرسائل موجودة وناشرينها في كل مكان، حتى في رسائل التذكير من خلال رسائل نصية قصيرة حق اللي يأخذون المواعيد. نعم، يعني الموضوع جدا سهل، اللي حاب يأخذ جرعة فايزر بيونتك سواء الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة اللي ماخذين لقاح سينوفارم اسمه صحيح؟ اللي ماخذين سينوفارم يقدرون يأخذون في هيئة الصحة بدبي جرعتين من فايزر بيونتك بعد ما يكملون 3 أشهر على الأقل. فإذا خذوا الجرعة من آخر جرعة سينوفارم يكملون 3 شهور، يقدرون يأخذون موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال رقم الواتساب 8342، وراح يحصلون على جرعتين من لقاح فايزر بيونتك بينهم 21 يوم. نعم، يعني أسمى ذكر المستمعين بضرورة أخذ موعد لتلقي لقاح كوفيد 19 في أحد المراكز التابعة لهيئة الصحة في دبي. صحيح. فاليوم صراحة كان عندك معلومات أسمى يعني وايد مهمة، أغلاق قاعة البرشة يعني ونقلها لقلتي لنا الخدمات المقدمة فيها لوان سنترال وقاعة البيت متوحدة. قاعة البيت ما شاء الله وايد كبيرة، فيعني المساحة بعد حلو أسمع. وقريبة من البيوت، عندنا في ديرة وعندنا في مثل ما نقول برد بي اللي هو وان سنترال، فحق اللي وأيضا المراكز الصحية اللي توفر، عندنا 4 مراكز صحية توفر لقاح فايزر بيونتك، وأيضا عندنا أيضا من المراكز الثانية اللياقة الطبية أيضا توفر، ومستشفى حتى كذلك. نعم، فنقدر نقولكم أن جميع المراكز اللي ذكرتها أسماء توفر لقاح فايزر بيونتك. شوفوا أقرب مركز لكم وتلقوا لقاح فايزر بيونتك في أقرب فرصة. أتوقع الكل تلقح أسماء، ما تم حد يعني ما شاء الله. فنتمنى من جميع المستمعين ونحثهم ونشجعهم على أخذ اللقاح. والحين أعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل بسيط وبنرجع لكم مع نجلة ومواضيعها الحلوة. صحة وسعادة. مرحبا بكم مرة ثانية أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة. العديد من الدراسات والأبحاث اللي الطبية اللي يخرج علينا من الوقت اللي نشوفها من فترة لفترة ونقرأ عنها في مواقع الانترنت أو الأخبار سواء في الصيف أو الشتاء، الماي كما نعرف جميعا فوائد صحية وغذائية ما لها حصر، لكن هناك من يربط شرب الماي مع الوزن ويبدأ في تفسيرات كثيرة بعضها تكون صح والكثير منها غلط.
وفي الحلقة سنتعرف معنا على فوائد الماي وعلاقته بوزن الجسم، والحديث عن ذلك يسعدنا أن تكون معنا اختصاصية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي أستاذة نجلاء درويش. حياك الله. حياك الله أسماء، وحبينا نصبحكم بالخير إن شاء الله والجميع المستمعين. أهلا فيك نجلاء، شخبارك اليوم؟ يوم الأحد إن شاء الله سعيدة ومرتاحة. آمنة وأسمى وياك اليوم. اليوم دبل وناسة، لازم لأن أنا وأسمى موجودين. أكيد يعني المكان كله منور بوجودكم، مشكورة حبيبتي. نجلة، اليوم نبي نعرف منك يعني بالتفصيل عن فوائد الماي للجسم من الناحية الصحية والغذائية، ولو أنت موجودة معي اليوم في الاستديو بتشوفين العلبة اللي حذاها الأسماء، يعني هاي العلبة هي تدور فيها من مكان لمكان، فإذا قلتي لي اليوم عن الفوائد للماي يمكن أخذ نفس علبة أسماء وأدور فيها. الطريقة اللي تسويها أسماء صح، لأنها دائما تذكر عمرها بشرب الماي، يعني وين ما تكون هاي أفضل، يعني أفضل وسيلة طبعا، من غير ان في بعض الناس الحين قاموا يستعينون في البرامج يعني الذكيه او التطبيقات انهم يحملونها ويحاولون يذكرون عمرهم بين فتره وفتره. فوائد الماي للجسم من الناحيه الصحيه والغذائيه تكمن في ترطيب الجسم. طبعا اول فائده انها خاليه تماما من السعرات الحراريه، ما فيها سعرات حراريه، بالتالي يعني نقدر نشرب منها في اي وقت وين ما نكون، قبل بعد الوجبه اثناء الوجبه، الحفاظ على درجة حرارة الجسم. طبعا هي لها فوائد عدة آمنة وأسمى، بس حبيت أذكر لكم يعني اللي حبينا نركز عليه زيادة، اللي هي تنقية الجسم وكذلك تحسين وظائف الكلى والأعضاء الأخرى، يعني هاي أهم فوائدها. فأستاذ النجلة، إذا ذكرتي لنا فوائد مثل الترطيب وإن ما لها سعرات حرارية وفوائدها كثيرة للجسم، فهل هناك نقدر نقول أضرار معينة للماء؟ من ناحية الأضرار لا توجد، إلا إذا الشخص مثلا أفرط شرب الماء، يعني نذكر بكميات كبيرة، لكن هي لا وجود للأضرار، يعني بالعكس فوائدها أكثر عن يعني الأضرار لا تذكر، ما نفائد أضرار يعني شرب الماء. نحن يعني دائما يكون يعني الأشخاص اللي يشربون الماء يشربونه كنا يعني يا ما يشربون يا أنا يشربونه كنا خلاص يعني ما بيشوفون ماي مرة ثانية. فأحيانا الأشخاص يتحرون إذا شربوا كمية كبيرة من الماي في نفس الوقت، يعني خلاص ساعدوا جسمهم، بعدين يقولون لا ليش أنا عندي جفاف، ليش أنا عندي شربت وايد ماي. فممكن الطريقة الصحيحة إن الواحد يشرب ماي، يعني حتى في رمضان تتذكرين قبل السحور يشربون كنا، ودائما في نكتة يقولون ترى هالخاصية بس في الجمل. فيعني نحن يعني كيف الطريقة الصحيحة إن الواحد يشرب فيها الماي؟ هي لأن شوفي الجسم ما بيحتفظ بالماي لفترة طويلة، عشان في ناس لما تشرب الماي دفعة واحدة وتقول والله أنا لي اليوم أني أخلص على سبيل المثال لترين، ويحطونهم الترين هاي ويخلصونها في نفس اللحظة، فالجسم يتخلص منه أسرع، فما استفاد الجسم منه طول اليوم. فنحن نقولهم دائما الطريقة الصحيحة أنهم يحسبونهم الكمية اللي يحتاجونها خلال اليوم. على سبيل المثال نحن إذا قلنا أسمه الاحتياج طبعا ما ادري كل شيء في فرق بين النساء والرجال. الرجال دائما اكثر نصيب اكثر يعني بالماء، هم احتياجهم تقريبا من 13 ل 15 كوب ماء، والحرمه والنساء يعني بشكل عام 11 كوب. طبعا هذا يندرج خلينا نقول نحن على سبيل المثال حوالي لترين و750 ملي، يعني مثلا لترين و750 ملي للنساء، هذا بالإضافة للمأكولات والأطعمة اللي تحتوي على الماء، يعني الماء مثلا من الأطعمة والمشروبات الغير عن الماء حوالي استهلاكنا يعني منها مفروض يكون 20%. كذلك الرجال 3 لتر خلينا نقول، أو هي 3 لتر و 25 ملي تقريبا، اللي هو ما يعادل من 13 إلى 15 كوب للرجال، بس أنهم يشربون على دفعات، يعرفون الأوقات اللي يشربون مثلا أثناء الاستيقاظ صباحا، قبل الوجبة، أثناء قبل ممارسة التمارين الرياضية، قبل الخلود للنوم، يعني في أوقات اللي يشربون فيها الماء وتكون باعتدال، مو بدفعة واحدة وأقول أنا خلصت احتياجي اليوم. إنزين أستاذة نجلة، بس نحن يعني حتى هذا يحدد، هذا بالنسبة للإنسان بالوزن الطبيعي، يعني
لأن ما أعرف إذا هو يعني الكلام صحيح، لأن قريت إنه في معادلة يعني إذا واحد كان صحيح. يعني مثلاً ما أقول كم وزني بس أنا لازم أشرب أكثر عن 3 لتر. صحيح. فيعني هل تعرفين يعني كيف الواحد ممكن يحسب كم لتر؟ بالضبط بالضبط مثل ما ذكرت، كل ما زاد وزن الشخص كل ما احتاج كمية ماء أكثر بالإضافة أكثر. العوامل الثانية. بالإضافة العوامل الثانية اللي هي نراعي فيها مثلا درجة حرارة الجو، التمارين الرياضية، التعرق الزائد لطبيعة الشخص. فالشخص عادة المعادلة اللي نستخدمها 30 نضربها في وزن الشخص الحالي، مو بالمثالي ولا اللي مفروض يكون مثلا وزنه بعد فترة كم لازم يكون، لا نضربها في وزنه الحالي بيطلع لنا الرقم بالملي لتر. على سبيل المثال إذا شخص وزنه 70 ضربناها في 30 بيطلع لنا 2000 ملي لتر، فاحتياجك اليوم لترين. نحن ناس عرفوا وزني. هي يعني إن أنا أوزن نوزن وناخذ الوزن الحالي ونضربه في 30، طبعا هذا العادي. لكن احنا تجاوزا في فصل الصيف مثلا او الايام اللي فيها درجه حراره عاليه، وحتى للعمال اللي يشتغلون دائما برا نقول لا ضربوه في 35 ملي، يعني انه شوي ناخذ احتياج اكثر. او حتى لو ما ضربناه في 35 ملي ضربناه في الوزن في 30 ملي نزيد نحن بعد 500 ملي ماء زياده، خاصه الناس اللي دائما عملها خارجي وتتعرض ل أشعة الشمس، التعرق الزائد، هذه الأشياء كلها لازم يكون في لها تعويض من الماء. يعني في فرق بين الشتاء والصيف، يعني نقدر نقول في فرق بين ذا واحد في الشتاء أحس في الشتاء يخزن أكثر، في الصيف يخسر ماء أكثر. لا الناس في الشتاء للأسف تنسى شرب الماء، تنسى يعني عادة العادة مثلا أنهم خلاص يشربون المشروبات الثانية ما ينشفون والكوفي والشغلات الثانية وينسون شرب الماء. لكن في الصيف يتذكرون شرب الماء أكثر. وطبعا لا فرق في احتياجات الشخص سواء كان في فصل الصيف ولا في فصل الشتاء، بالعكس نحن نحاول حتى في فصل الشتاء أن نذكر عمارنا مثل ما ذكرتي دائما مثلا أروح بدبة الماء، أنزل حتى برامج ذكية، استعمل برامج مثلا تذكرني مثلا كل ساعتين كل 3 ساعات كم لازم أشرب، أقسم. لأن بالشتاء فعلا الناس تنسى شرب الماء وبالتالي الأضرار يعني من قلة شرب الماء راح تكون أكثر، يعني الجفاف، نقول الجسم ما يتخلص من الفضلات الزايدة، ما ينقل الجسم، يصاب الشخص بجفاف. عكس الفوائد اللي نحن ذكرناها إذا الشخص قلل شرب الماء حتى في فصل الشتاء. فنقدر نقول إن نحن أستاذة نجلة مثل ما ذكرتي الحين كيف ممكن أنا أحافظ على مستوى الماء المطلوب في الجسم؟ قلتي لنا ممكن نخسر الماء بسهولة إذا شربنا كمية كبيرة على نفس الوقت، يعني فإحنا كيف إذا أنا أبغى أحافظ على هالماء في جسمي لي يعني أستفيد منه لأقصى درجة كيف ممكن أستفيد؟ خلاص على طول اليوم أنا أخذ على الماء على دفعات، عشان مثال أقسم أقول في فترة الصباح من الصبح مثلا من الظهر أخلص غرشتين ماي اللي هو مثلا لتر أو غرشة واحدة ماي مثلا 500 ملي، أشوف أنا احتياجي مثلا بعد الظهر أو العصر كم لازم أشرب. فنحن عادة نقول مثلا يفضل قبل الوجبة مثلا نشرب غلاس ماي، كوبين مثلا في الصباح، كوبين الظهر، كوبين العصر، كوبين المغرب، كوبين، يعني أقسم تقسيمة الماي هاي جدا مهمة في اليوم، أساس إني أنا ما يعني ما أشرب الماء على دفعة واحدة وأقول خلاص أنا خلصت احتياجي لليوم، وبالتالي الشخص هذا أكيد راح يتخلص يعني اللي شربه على دفعة واحدة راح يتخلص منه بسرعة. فعشان أحافظ على رطوبة الجسم تركيزي على الماء بالإضافة إلى الأطعمة اللي تحتوي على نسبة ماء بشكل أكبر، يعني من ضمنها الخيار، الخضروات، الأطعمة اللي فيها هي البطيخ، الأطعمة اللي فيها مثلا نسبة الماء أكثر على أساس أني أنا أحافظ على رطوبة الجسم. كذلك في المقابل في أشخاص تكثر من شرب المنبهات والمشروبات العالية بالكافيين ومشروبات الطاقة، مشروبات الغازية، هذه كلها شو تسوي؟ هذه كلها تعرض الجسم في أنه يخسر السوائل اللي يعني بيكسبها من شرب الماء. عشان كذا نحن دائما نقول إذا شخص مثلا شرب له قهوة أو شرب أي منبه على طول عقبه لازم يشرب ماء، لأن مثل ما نعرف أن هذه المنبهات لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين
فهي دائما مدرة للبول أو تخلي الشخص يتخلص من الماء للجسم بشكل أسرع. نعم. أنا شايفينها تضحك علي لأن أنا أكثر واحدة تشرب قهوة يمكن في المكتب. ياسر طالعني يقول لي أسكت ولا أتكلم أسكت. يعني هي صح إنه ما شاء الله تشرب ماي بس بعد تشرب منبهات بطريقة يعني. عوض. ما يصير اسمه. إنزين عندنا السؤال الأهم اللي كان موضوع نقاشنا اليوم اللي هو علاقته بالماي. يعني أنا يعني ممكن الوزن قصدك اسمه علاقة الماي بالوزن نزول الوزن المفاهيم الشائعة جدا ان الماي مشروب سحري اذا انا بشربه راح ينقص وزني مثل حال المشروبات الثانية اللي الناس تعودت عليها بس يساعد كل ما يصير عندك اخصائية تغذية تقولي شربي ماي كل ما يصير عندك اخصائية تغذية ختمتهم انا كل ما يصير عندك تقولي شربي ماي اول نصيحة لأن الماي علاقة الماي بوزن الجسم أسمى الماي يساعد يعني على نزول وزن الجسم الزائد يساعد على أن يحافظ على الوزن الطبيعي ينقي الجسم يطلع الأشياء اللي المفروض تظهر ما تعلق في الجسم في ماي يطلع يساعد على نزول الوزن من خلال مساعدة على التقليل من الشهية يعني مثلا أنا إذا حطيت الماي أثناء تناول الوجبة واستعرضت عنها بأي مشروب ثاني عالي بالسعرات الحرارية من العصائر أو مشروبات أخرى فأنا بالتالي حتى قللت كمية السعرات الحرارية داخل الجسم في بعض الأشخاص يكون تفسيرهم للجوع مثلا خلاص حتى وأنهم يعانين على طول يتجهون للأكل وممكن ما يكونوا يعانين هذا العطش الزائد فما يميزون بين الجوع والعطش الزايد يقولون واحد إذا ياع يشرب ماء أول بعدين يقيم نفسه أيوة. صحيح أفضل طريقة أنه إذا حس أول ما يحس باليوع لازم على الأقل يشرب غلاس ماء إذا راح على مثلا هذا الإحساس فهو فعلا عطشان يعني مو بيوعان في هالفترة إذا كان حتى ماكل وجبته هذا بعد عامل مساعد الماء ضروري لعملية حرق الدهون في الجسم مو بأنه يحرق مثل ما نحن فاهمين لا يساعد في عملية الأيض للدهون العمليات اللي موجودة في الجسم حيث ارتباط المواد وكذا كذلك يحفز الأيض ويساعد على زيادة حرق السعرات الحرارية لأنه هو يشتغل كمولد حراري في الجسم بالتالي يساعد على ارتفاع الأيض اللي هو ارتفاع الحرارة في الجسم فهي عوامل مساعدة لها علاقة بوزن الشخص إذا هو خد كفايته من الماء احتياجه من الماء خلال اليوم بالإضافة إلى أن الماء يساعد على ممارسة التمارين الرياضية يجنب الجسم من الجفاف مثل ما تعرفين أسماء في بعض الرياضيين ممكن يروحون يمارسون الرياضة إذا ما شربوا الماء قبل ما يمارسون الرياضة وحتى أثناء التمرين مثلا بعد يزيد الإنهاك يزيد الإنهاك اللي عندهم والتعب ويقل أداء الرياضي عندهم وبالتالي ما يقدرون حتى يكملون الرياضة فالماء فعلا عامل مساعد لنزول الوزن لكن ما بقول أنه مشروب سحري أن الشخص يشربه وفي شيء داخل أنه ينزل الوزن وجعلنا من الماء يعني كل شيء حي فعلا فبها الطريقة فعلا يساعد على نزول الوزن طبعا أستاذة نجلة يعني الحديث عن الماء مشوق ويطول فنحن شاكرين لك طبعا هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا اليوم وإن شاء الله نرجع لك بفقرات أفضل وأجمل تفيد المستمعين كل الشكر لكم آمنة وأسمة وتحياتي لما تقدمونا من معلومات ومواضيع مفيدة شكرا لك يومكم سعيد يومك سعيد فالحين أسمى نطلع لفاصلنا الأخير في برنامج صحة وسعادة وراجعي لكم مع موضوع التشوهات الخلقية في القلب عند الأطفال مع الدكتور محمود الصوفي انتظرونا صحة وسعادة مرحبا بكم مرة ثانية أعزائي المستمعين في برنامج صحة وسعادة وصلنا استفسار في رسائل نصية قصيرة لصاحب الرقم نهايته 677 تم تحويل استفسارك إن شاء الله للقسم المعني وراح يجيك اتصال خلال أقل من ساعة إن شاء الله
طبعا أسمى نشكر المستمعين على تواصلهم وعلى أسئلتهم اللي توصلنا عبر الرسائل النصية أو سواء اللي حابين يتصلون فينا، فإحنا نذكرهم دائما بأرقام التواصل معنا واللي هي 4006. كل رسائلكم إن شاء الله إذا كانوا الأطباء موجودين معنا في الحلقة بنجاوب عليها في نفس الوقت، أو أيضا بنخلي الجهة المختصة تحول هذا الاستفسار وتجيب عليه في أسرع وقت ممكن. ونرجع أسمى لفقرتنا الختامية لليوم مثل ما نقول اللي هي أمراض القلب عند الأطفال، ونقول من بين المشكلات اللي تواجه طبعا الأم والأب من بداية حمل الزوجة أو عند الولادة هي اكتشاف أمراض قلبية أو تشوهات لا سمح الله يولد بها الطفل، وهالموضوع من دون شك له تأثيرات نفسية عميقة على الأب والأم ولها تأثيرات كبيرة على حياة الطفل ومستقبله. ولكن العلم الحديث والطب أصبح أكثر تطورا وأتاح فرص عديدة للتعرف على هذه المشكلات الصحية وفرص عديدة أيضا للتعامل معها وعلاجها، وهذا بالتحديد موضوعنا لليوم اللي بتناوله في فقرة أنماط الحياة. وبيكون معنا اليوم الدكتور محمود الصوفي استشاري أمراض القلب عند الأطفال في مستشفى الجليلة. صباح الخير دكتور محمود. صباح الخير لكم للسادة المستمعين جميعا. أهلا فيك دكتور. بداية حبينا نعرف منك شو هو تعريف تشوهات القلب الولادية أو الخلقية؟ بداية كما نعلم تشوهات القلب الولادية بشكل مبسط هي التشوهات التي تحدث خلال مرحلة التكوين الجنيني للقلب. القلب كما نعلم يمر بمراحل تكوين معقدة خلال المرحلة الجنينية، وهو أول عضو يتكون خلال المرحلة الجنينية، وخلال التكون يمر بمراحل، هذه المراحل معقدة. إذا حدث أي خلل في مرحلة التكوين الخلقي للقلب قد ينجم عنه تشوه خلقي، سواء تشوه بسيط مثل الفتحات البسيطة بين الأذينين بين البطينين الوصلات الشريانية، أو تشوه معقد قد يكون مثل الشرايين المتبادلة أو القلب في الحجرة الوحيدة أو صمام مغلف القلب. فهذا ما ندعوه بتشوه القلب الخلقي، وهو الذي يحدث منذ الولادة، يعني الطفل بيولد وعنده مشكلة في القلب، وهو يختلف عن التشوهات المكتسبة اللي ممكن تحدث بعد سنوات من الولادة. هذا ما نعنيه بتشوهات القلب الخلقية. طبعا تشوهات القلب الخلقية ما يميزها بأنها هي أشيع تشوهات خلقية تصيب الأطفال. يعني لو بدنا ناخذ تشوهات الجهاز العصبي، تشوهات الجهاز الهضمي، التشوهات الأخرى، تشوهات القلب الخلقية تحدث بنسبة أعلى من باقي تشوهات الأعضاء والأجهزة. وسطيا ممكن نقول أنه تقريبا 1% هي نسبة حدوث التشوهات، بمعنى من أصل كل 100 مولود لديه تشوه خلقي في القلب، سواء تشوه بسيط أو تشوه معقد. قد تزيد النسبة أكثر في بعض الحالات اللي منسميها نحن الحمول عالية الخطورة، بمعنى أن الأم لديها عوامل خطورة أعلى لولادة الطفل مصاب بآفة قلب خلقية. ممكن على سبيل المثال الأم اللي عندها سكر غير مضبوط بشكل جيد خلال مرحلة الحمل، الأمهات الحوامل المصابات بأمراض جهازية مثل الذئب الحمراء، التهاب المفاصل، الأمراض المناعية، الوجود أمراض مزمنة مثل الضغط غير مضبوط، تناول بعض الأدوية المحرمة خلال المراحل الأولى من الحمل، الأشهر الأولى، مثل ما تكلمنا أن القلب بيتكون خلال الأسابيع الأولى من الحمل، وبالتالي الأم الحامل يجب أن تكون حذرة في تناول أي دواء من دون استشارة الطبيب، لأن بعض الأدوية لها تأثير سلبي على تكوين الجهاز القلبي الوعائي. الحمول المتعددة، يعني التوائم، الـ IVF أو الحمول المساعدة بالإخصاب أو الإخصاب المساعد، وجود قصة عائلية لطفل مصاب بآفة قلب خلقية. نحن قلنا أنه 1% هي النسبة العامة، لكن إذا في طفل بالعائلة قد ترتفع النسبة إلى أضعاف النسبة المذكورة سابقا. دكتور نحن بنقول مثلا بخصوص الأدوية عسى بس نخلي الموضوع واضح حق المستمعين أو المستمعات،
بخصوص الأدوية لازم يعني الاستشارة الطبية وايد مهمة فترة الحمل، يعني المفروض الوحدة ما تأخذ الأدوية لأن مثلا ربيعتها أخذت الدواء ولا فلانة كانت تأخذ فترة الحمل، كل إنسان غير عن الثاني، وخصوصا فترة الحمل واحد ما يأخذ الاستشارة إلا من الطبيب اللي قاعد أو الطبيب اللي قاعد يتعالج. فبخصوصا أن أغلب الدواء حتى الأدوية يكون عليها تحذير حق الحوامل، فنحن الحرص يكون أكبر مثل ما ذكرت دكتور. صحيح، الدواء إجمالا هو مادة كيميائية، يعني حتى الإنسان الصحيح اللي ما هو بحاجة لدواء ما المفروض أنه يأخذ دواء، فما بالك الأم الحامل اللي يجب أن تكون أكثر حذرا وأكثر دراية وطفلها مكتمل حتى الأدوية السليمة، مثل ما تفضلتي أنه ممكن صديقتها تقولها أنه والله ممكن تأخذ هذا الدواء ممكن يفيدك يخفف أعراض الحمل، لا نهائيا وقطعيا يجب عدم تناول أي دواء حتى الأدوية العشبية تمام أو الأدوية الشعبية، يجب الامتناع عنها إلا باستشارة الطبيب. إنزين دكتور، شو هي طرق التشخيص؟ هل هذا يعني يبين من بعد الولادة أو من فترة، أو خلينا نتكلم عن الأطفال، شو هي طرق التشخيص الصحيح؟ نعم، بداية خلينا بس نعرج شوي على كيف تظهر آفات القلب الخلقية حتى نحسن نشخصها بعدين، يعني شو علامات اللي بتخلي الأهل أنه ينتبهوا أنه طفلهم عنده مشكلة خلقية في القلب وبالتالي يضطروا يراجعوا المركز أو المكان المتخصص. طبعا تشوهات القلب الخلقية تظاهراتها بقدر تعقيد المشكلة، يعني بمعنى المشاكل الكبيرة والمعقدة تظهر من الساعات الأولى بعد الولادة، سواء كان بزرقة، بتعب بالنفس، بأكسجين منخفض، وهذا الشيء بيخلي سواء الطبيب طبيب الأطفال اللي يجري الفحص الدوري للطفل بعد الولادة باستدعاء طبيب القلب للاطمئنان على القلب. إذا كانت الآفات أقل تعقيدا ممكن أن الأهل يلاحظوا أنه في تعب على المجهود البسيط، يعني الطفل غير قادر أنه يركض مثل رفقاته مثل أصدقائه، غير قادر على تحمل الجهد، عم يتعب بسرعة، اللون عم يتغير اللون الأزرق، ضربات القلب غير المنتظمة أو ضربات القلب المتسارعة، نوب غشي أحيانا، يعني الطفل بيمشي أو بيفقد الوعي، فهذا الشيء ممكن يدلنا على قد يكون في عندي مشكلة داخل القلب ويجب أن نراجع المركز المتخصص. يعني دكتور هي أن يكون بعد الولادة وهذا في المستشفى سيتم اكتشافه، أو إذا كانت أقل تعقيدا بيكون من خلال مراقبة الأهل لتصرفات الطفل في البيت. صحيح، وقسم من منها تكشف خلال الفحص الدوري، يعني الطفل عم يراجع بخصوص التطعيمات، عم يراجع بخصوص الزكام، طبيب الأطفال عم يصغي القلب أو عم يفحص القلب، سمع صوت غير طبيعي، سمع ضربات غير طبيعية، وبالتالي يحيل الطفل إلى المركز الاستشاري لإجراء الإجراءات اللازمة. هلأ طرق الكشف، طبعا طرق الكشف هي الطرق الأساسية، أولا الفحص الدقيق للقلب وقت ما نشوف أنه أصوات القلب غير طبيعية، ضربات القلب غير طبيعية، ممكن نضطر أنه نجري تخطيط للقلب حتى نطمن ونشوف رسم القلب الكهربائي، أشعة للصدر حتى نشوف شكل القلب، شكل الصدر، الإيكو القلب أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية للقلب اللي بيكون عادة فيها القرار الحاسم واللي بيعطينا صورة كاملة واضحة عن البنية التشريحية للقلب، عن وظيفة القلب، وبيتم التشخيص بناء عليها. أحيانا نضطر إلى فحوص متطورة أكثر، يعني الأشعة المقطعية أو صورة الرنين المغناطيسي للقلب، أحيانا ممكن نضطر لإجراء تصوير الشرايين أو القطرة القلبية التشخيصية، وأحيانا ممكن نعمل اختبار للجهد حتى نستكمل الفحوصات ونضع التشخيص الدقيق وبالتالي خطة العلاج المناسبة. نعم، يعني نقدر نقول دكتور أن في مستشفى الجليلة للأطفال لديكم علاجات وطرق متطورة وحديثة ممكن أن يتم فيها الكشف عن أي تشوهات خلقية في القلب عند الأطفال؟ سؤال مهم جدا. ما يميز مركز التميز للقلب في مستشفى الجليلة أنه مركز متكامل، مركز متكامل بمعنى في وحدة لقلب الأطفال، وحدة لجراحة قلب الأطفال، وحدة للعناية المركزة القلبية عند الأطفال، ووحدة للتخدير في قلب الأطفال. فالمركز
عبارة عن أجنحة متعددة تعمل معا لإجراء التشخيص والعلاج والمتابعة لكل حالات ومشاكل القلب الخلقية. وهذا ما يميز المركز من المرحلة الأولى. الشيء الآخر المميز في مركز التميز القلب في مستشفى الجليلة وجود بعض الأقسام المتطورة والنوعية. مثال وحدة قلب الجنين. حديثنا أن الطرق المتطورة لكشف آفات القلب الخلقية أن نجري سونار أو ألترا ساوند للأم الحاملة اللي عندها نسبة خطورة عالية بولادة قلب لولادة الطفل لديه مشكلة في القلب. هذا ما نسميه إجراء تصوير قلب الجنين، يعني نعمل دراسة لقلب الجنين وعند الأم الحامل، وهذا شيء متوفر في مستشفى الجليلة ويميز مركز التميز للقلب في مستشفى الجليلة. وميزة التقنية المتطورة هي أنها تكشف الآفات حتى قبل الولادة. ممكن أن نجلس مع الأهل نشرح لهم مدى المشكلة الموجودة عند الطفل المتوقع ولادته خلال الفترة القادمة، أن نوجه الأهل لمكان الولادة، يعني لازم تولدوا بمكان يتوفر فيه 1-2-3 حتى نكون قادرين على تدارك أي مضاعفات بعد الولادة، أن نتواصل مع مركز الولادة ونزودهم بتقرير مفصل أن الطفل القادم المولود لديه مشكلة في القلب المعينة، يجب البدء بالعلاج المعين immediately مباشرة بعد الولادة لمنع تدهور الحالة، ومن ثم يعني يتم تحويل الطفل إلى مركز الجليلة للقلب لاستكمال العلاج. فوحدة قلب الجنين هي من المراكز المتطورة في مركز الجليلة للتميز. ما يميز مركز التميز أيضا وجود مركز متخصص للتدخل القلبي عند حديثي الولادة، يعني الأطفال حديثي الولادة أوزانهم قليلة عندهم مشاكل معقدة في القلب تستدعي التدخل المبكر. فالمركز بفضل الله تعالى وبفضل الإدارة ودعم الإدارة مجهز بفريق كامل للتعامل مع الحالات المعقدة لإيصالها لبر الأمان بشكل جيد. من الأمور يعني المميزة أيضا طبعا وجود العيادات اليومية تقريبا لاستقبال المرضى المصابين بتشوهات القلب الخلقي وإجراء اللازم سواء قبل وبعد الجراحة. وجود فريق جراحي متميز قادر على التعامل مع معظم المشاكل المعقدة بنتائج جيدة جدا. ووجود مركز أو وجود سيرفيس خدمة للأطفال الكبار المصابين بآفات قلب خلقي. مثل ما نعرف مثل ما تفضلتي بالمقدمة أن هذه المشكلة هي مشكلة أزلية، يعني تلازم الطفل منذ الولادة طيلة العمر. وبالتالي الطفل عندما ينتقل من المرحلة الطفولة اللي هي تقريبا نحن في المستشفى حوالي 18 سنة وبصير 20-25-30، طب هذا مين بده يتابعه، مين بده يوجهه، كيف بده يتعامل معه؟ فنحن بفضل الله بالتعاون مع مراكز أخرى في هيئة الصحة في مستشفى راشد كمان نتعامل مع الأطفال الكبار أو المرضى الكبار المصابين بتشوهات خلقية في القلب حتى نضمن تقديم أفضل رعاية صحية لهؤلاء الأطفال. لدينا أيضا وحدة كهربائية القلب اللي ممكن أن تجري الفحوص الأساسية من تخطيط 24 ساعة أو تخطيط 72 ساعة لدراسة ضربات القلب الغير طبيعية. كل التجهيزات من الأشعة المقطعية القلبية للأطفال والرنين المغناطيسي عالي الدقة لكشف ومتابعة تشوهات القلب الخلقية أيضا. نعم دكتور نقول أن مستشفى الجليل للأطفال عنده طرق متطورة وحديثة، فإذا حد من المستمعين حاب أن ياخذ استشارة في مستشفى الجليلة أو يوصل لهذه الخدمات اللي أنتوا توفرونها بشكل متكامل من حديثك ما شاء الله دكتور، يعني أنتوا لديكم يعني مثل ما نقول وحدة كاملة متكاملة اللي هي مركز
التميز للقلب في مستشفى الجليلة. إذا أحد المستمعين الحين يسمعنا وحاب أنه ياخذ موعد لاستشارة في مستشفى الجليلة، كيف ممكن أنه يتواصل معكم؟ أفضل طريقة للتواصل هي الاتصال على المركز الاتصال الكول سنتر 825-24، وبيطلب موعد في عيادات القلب مثل ما أسلفت سابقا أنها متوفرة يوميا، حتى عندنا عيادتين يوم السبت اللي هو يعتبر يوم عطلة رسمية، ومع ذلك نتيجة الضغط نتيجة رغبة بعض المرضى خاصة الأطفال أنه بالويك أند أنا بفضل أنه راجع طفلي للمركز، ففتحنا عيادتين شهريا وممكن حتى نوسعهم لأكثر لاستقبال الأطفال اللي غير قادرين أن يجوا خلال فترة الدوام المدرسي، فممكن يجوا بعيادات السبت. الاتصال على 825-24 وطلب موعد مع أطباء القلب المتواجدين يوميا. هذا بالنسبة للحالات الباردة خلينا نقول أو الكولد كيسز اللي ممكن تستنى، الحالات الإميرجنسي أو اللي تستدعي استشارة عاجلة متوفرين نحن 24/7 على مدار الساعة، سواء بالاتصال على الرقم نفسه وطلب التواصل مع طبيب قلب الأطفال المناوب، أو بالقدوم إلى غرفة الطوارئ ليتم تقييم الحالة والتواصل مع طبيب القلب المناوب وإجراء اللازم. نعم دكتور محمود الصوفي، استشاري أمراض القلب عند الأطفال في مستشفى الجليلة، طبعا نحن شاكرين لك وقتك الثمين اللي قضيته لتفيد المستمعين، وكذلك شاكرين لمستشفى الجليلة هذه الخدمات المتميزة اللي تقدمها للأطفال دائما. ومثل ما ذكرنا دكتور، نحث المستمعين لأخذ موعد للاستشارة في مركز التميز للقلب في مستشفى الجليلة. شكرا لك دكتور مرة أخرى، دكتور محمود الصوفي استشاري أمراض القلب عند الأطفال في مستشفى الجليلة، شكرا لك. شكرا لك. شكرا. بس نذكر بس بأرقام التواصل مع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال اللي ذكرها الدكتور، اللي هي 800-25-24 أو 800-AJCH. نعم طبعا مثل ما ذكر الدكتور أسماء، أنه بإمكان أيضا المتعاملين إذا كان عندهم حالة طارئة التوجه طواري مستشفى الجليلة. وصراحة اليوم سمعنا معلومات يعني جديدة عن مستشفى الجليلة، وإن شاء الله نوعدكم أعزائي المستمعين أنه بيكون لنا فقرة ثابتة أسبوعية نتكلم فيها عن خدمات الأطفال المقدمة في مستشفى الجليلة، منها نفيدكم ونعرفكم على هذه الخدمات، وبالتالي يمكنكم إذا كنتوا بحاجة لأي استشارة أو بحاجة لهذه الخدمات، فمثل ما ذكر أيضا الدكتور محمود هم متواجدين لكثرة ما شاء الله المواعيد حتى يوم السبت، فحلو أنهم هذا التعاون بينهم، لأن الأطفال الصراحة يعني حرام يغيبون عن المدرسة لمواعيدهم، فإنه تتوفر هذه الخدمة يوم السبت، فهذا شيء صراحة يشكرون عليه، مبادرة جدا جميلة من مستشفى الجليلة. وأسمى شو بتقولين اليوم في الختام، حابة توجهين كلمة نصيحة للمستمعين ولا تذكرينهم بأحد المعلومات اللي قدمتيها لنا في بداية الحلقة؟ في ختام حلقتنا اليوم نحب نذكر المستمعين بأهمية الالتزام بالمثلث اللي دائما نقول عنه المثلث الذهبي للوقاية، اللي هو لبس الكمامة، التباعد الجسدي، وغسل اليدين. حتى لو أن الحالات خفت، لكن هذا لا يعني نحن نقلل الالتزام، نحن ملتزمين وخفت الحالات لأن نحن ملتزمين، ونتمنى من الجميع الاستمرار بالالتزام لسلامتكم وسلامة المجتمع. وفي نهاية حلقتنا أسمى نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة ميرا الغفلي، في الإخراج الأخ سعيد المر، ومحدثتكم آمنة آل علي، ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة.